طريقة إعداد زيت تارة أو نبات السعد لإزالة الشعر نهائيا، وكذلك كيرطب البشرة وعدم ظهور الشعر مرة أخرى. هذه العشبة اللي هي جذور النجم أو نبات السعد أو تارة، من أحسن وأفضل الأعشاب على الإطلاق، لغنية بالبروتين وعبارة على عصير طبيعية كتزيل الشعر بدون أي أثر جانبية. ينتشر في السعودية والعراق دراسات عن فائدة درنات هذا النبات اللي هو السعد، فائدته بالقضاء على الشعر بالمناطق غير المرغوبة من الجسم. اللي كتستعملوها بشكل دائم كتمنع ظهور الشعر نهائيا. هذه العشبة اللي اسمها تارة هي عشبة آمنة، ومن الفوائد ديالها أنها كتقلل نمو الشعر أو كتمنع نمو الشعر، وفي نفس الوقت كترطب البشرة. معلومة مفيدة جدا وبنحاول نقدمها في أبسط صورة ممكنة. نبات السعد، نبات السعد تقلل نمو الشعر، يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إن ده الكلام ده بيفيد السيدات عموما، بيفيد برضو الرجال، وعايزين يقللوا نمو الشعر بيجيبوا نبات السعد. كذلك الوصفة نقدروا نستعملها جميع مناطق الجسم بما فيهم المناطق الحساسة. تارة وكما هو معروف عليها كتزيل الشعر من الجذور وكتضعف المسام لعدم ظهور الشعر مرة أخرى. قبل ما ندوزوا لطريقة التطبيق والاستعمال، إخوان 90% من المشاهدين والمتتبعين ديال القناة ديالي ما دايرينش مشاركة. اللي شاف هذا الفيديو اللي طلع لي هذا الفيديو يدير جيم ويدير مشاركة للمزيد من الوصفات والفيديوهات إن شاء الله. أول حاجة غناخدو جذور النجم أو نبتة السعد وغنغسلوهم ونشفوهم ومن بعد نطحنوهم. غناخدو ملعقة كبيرة من مسحوق نبات السعد أو تارة وغنديروهم في قرعة زجاجية تكون معقمة. بعد ذلك غنضيفو ليها حوالي كأس كبير من زيت الزيتون. نغطيو القرعة ديالنا بشي زيف يكون اسود باش ما تضربهاش اشعة الشمس مباشرة. بعد ذلك نحطوها في شي بلاصة اللي تضرب فيها الشمس مدة ديال 40 يوم. طريقة او كيفية الاستعمال، يشترط قبل اننا نزيلو الشعر ندهنو الزيت ديالنا ونخليوه واحد المدة ديال ساعة، ونكررو العملية كل يوم لمدة 3 ايام. كيقلل من ظهور الشعر وفي نفس الوقت كيمنعو النمو مرة اخرى. وصفة ديجا مشهورة ومعروفة الدكتور جمال الصقلي. خلينا غير اللي يستاهل ومضمون. الوغ قلنا لي ريزوم دو شيان دون. لي ريزوم دو شيان دون تيكون عندهم واحد الكويرات صغار، كاين اللي تيسميه نجم، كاين اللي تيسميه السعد. كاين كاع اللي سماه تيموسيت. كلشي يدير جيم ويخلي لنا كومونتير تعليق زوين لتشجيع هذا المحتوى. شكرا للاخوان اللي كيخليو لنا رسائل، وشكرا للاخوان اللي كيشجعونا دائما. غدا ان شاء الله رمضان في معظم الدول العربيه. بغيت نبارك جميع متتبعيني جميع المسلمين حول العالم، رمضان مبارك سعيد ان شاء الله يدخل عليكم باش ما تمنيتو وبمغفرة الذنوب وبالاجر ان شاء الله. نتمنى لكم السعادة والنجاح في حياتكم.